إذن التغطية ما زالت متواصلة الآن هنا بمدراء المدارس بمدينة جدة. الأستاذ سعود حمزة متواجد معنا الآن من الجهة اليمنى، ومن الجهة اليسرى الأستاذ راشد المسعري، اثنان من مدراء المدارس في أحياء جدة يتواجدان عبر قناة خالد باجدان. نمسي عليك أولا الأستاذ سعود حمزة. يا هلا ومرحبا بك. عبر قناة خالد باجدان طبعا هنا في بطولة المفاجآت النسخة الخامسة، بطولة صراحة هي الأفضل جماهيريا في أحياء جدة، ما رأيك في البطولة؟ بصراحة البطولة جميلة جدا جدا، سجل نجاحات على مدار سنين سابقة، فأنا من الناس يعني المتابعين هذه البطولة، صراحة تعتبر من أفضل بطولات جدة حتى الآن هي بطولة المفاجآت. نعم، من لابد المقاطعة، وأنت واحد من المدراء في مدينة أحياء جدة، ما المدارس التي تتواجد فيها أنت، وما الذي أبهرك هذه البطولة وأتيت هنا لماذا؟ يعني سؤال صراحة أريد الجواب عنه، يعني تفكيري شغلني، قلت مداعم، بس كيف متواجد اليوم؟ بصراحة أنا أساساً أمين عام نادي الليث الرياضي بمحافظة الليث. نعم. طبعاً مدة 16 سنة أمين عام النادي ورئيس إدارة نادي الليث، ولي يعني شغف في الرياضة، أيضاً معلق رياضي أيضاً. نعم. عمل كثير معلق رياضي في محافظة الليث، وهنا مدير مدرسة في كذا 14 كعبد الملك. جذبني هذه الدورة طبعاً ما فيه من تنظيم رائع، من حضور جماهيري، من وجود نجوم تحضر في أرضية الملعب، والتعليق الجميل والرائع، والتنظيم الأروع وأروع من المنظمين، وهذا ليس غريب على القائمة على هذه البطولة، هذا التنظيم الرائع. نعم أستاذ سعود حمزة، على العودة مرة أخرى. أستاذ راشد المسعري، أستاذ راشد المسعري باين أنك مشاغب في كرة القدم، تتواجد الآن أحد مدراء المدارس بأحياء جدة، ما السؤال وجهته لأستاذ سعود، ما الذي أبهرك في هذه البطولة؟ الحضور الجماهيري، الأداء الرائع والفني للفرق المشاركة، يعني مستوى البطولة جدا رائع، هو هذا أحد أسباب الحضور المتواجد هنا في هذه البطولة. نعم، أولى المباريات كانت الهجرة وشمسان وجها لوجه، شاهدت المباراة؟ نعم، جينا على الوقت قبل ركلات الترجيع في الشوط اللي فات تقريبا. نعم. الثاني، فكانت صراحة مباراة رائعة يعني من الطرفين. نعم. إصرار من الفريقين على الحصول على النتيجة. أستاذ راشد، مباراة جميلة وبطولة المفاجآت النسخة الخامسة، العبري فريق جدا معروف في أحياء جدة، هو ربما يكون الأقدم، العبري أمام العالمي هنا على أرضية الملعب، مباراة حساسة دور 16، ما رأيك في بداية المباراة؟ مباراة صراحة مشجعة الآن، مباراة تجد أن في أماكن الفريقين إصرار على الفوز وأحلى النتيجة. أي نعم، قناة خالد بازدان هي من ترعى هذه البطولة تغطية إعلامية حتى الآن ما زالت مستمرة. إذا سؤال آخر هنا إلى الأستاذ سعود حمزة طبعا مدير مدرسة كعب رابي المالك بكيلو 14، أستاذ سعود سؤال أخير في هذه البطولة، أنت تتواجد في المنصة الرئيسية الآن تشاهد مباراة جميلة، تشاهد ما رأيك في تنظيم البطولة؟ بصراحة كان تنظيم رائع وجميل جدا، أنا شاهدت بطولات كثيرة في جدة، حضرت كثير بطولات، ولكن بطولات المفاجآت تعتبر شيء في القمة والروعة صراحة، تنظيم، حكام، معلقين، حضور جماهيري غفير، القائمين على هذه البطولة، يعني شيء يعتبر أروع ما شاهدت صراحة في دورات الحواري هي في جدة وهي دورات المفاجآت. نعم، بطولة المفاجآت النسخة الخامسة، نعم هي اسم على مسمى، المفاجآت هي كلها مفاجآت، وهؤلاء الاثنان من المفاجآت في هذا اليوم، الأستاذ راشد المسعري، الأستاذ سعود حمزة هنا عبر قناة خالد بازيدان الإلكترونية على اليوتيوب، كونوا معنا فترقبوا المزيد من المفاجآت في قناة خالد بازيدان على اليوتيوب.